كان لجائحة كورونا والركود الاقتصادي اللي بيشهده العالم منذ سنتين أثار متضاربة على الشركات وعلى الاستثمارات، وربما أكثر تأثراً الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة بحسب صحيفة فوربس الشرق الأوسط، وقد جمعت أكثر من 50 شركة ناشئة تمويل بنحو 3 مليارات و200 مليون دولار بعام 2022 مقارنة ب 3 مليار دولار عام 2021 بمنطقة الشرق الأوسط عم نحكي وشمال أفريقيا. وبينما نجح البعض من جذب أو بجذب الاستثمارات شركات عالمية كبرى قيمتها اليوم صارت مليارات الدولارات، فشلت بالماضي بإيجاد التمويل اللازم أو عند انطلاقتها. هل تعرفون أي من هذه الشركات؟ متابع. معنا من دبي أحمد الخطيب مؤسس شركة ناشئة مختصة بالتقنية المالية. أهلا وسهلا فيك أحمد معنا. بداية، كيف رح يأثر الانقماش الاقتصادي على نمو واستدامة الشركات الناشئة هالسنة؟ هلا بشكل عام، يعني هذا السؤال بجاوب من جانبين. من جانب أولا أنه الانقماش الاقتصادي بأثر على كل القطاعات ومن ضمنها القطاع الشركات الناشئة، ولكن تحديدا في قطاع الشركات الناشئة، وخصوصا لما بنكون عم نحكي عن يعني الأفكار الابتكارية المبتكرة أو القطاعات الجديدة الواعدة اللي عم تنتجها، أحيانا بيكون في إلها فرصة لأنه تظهر بالسوق بشكل أقوى من الأوضاع الطبيعية، لأنه بيكون عندها ميزة تنافسية عن الشركات التقليدية مثلا. وهذا شفناه بالسابق، يعني مثلا تحديدا في فترة كورونا اللي هو أقرب مثال لهالموضوع، إنه شفنا كثير من يعني كان في انكماش اقتصادي كبير لفترة يعني مش طويلة، ولكن انكماش الشركات اللي كانت متقدمة وجاهزة تقنيا مثلا لتوفير خدمات التواصل عن بعد أو الخدمات التقنية اللي كان لها حاجة، شهدت نمو بهذيك الفترة، فكانت لها فرصة على عكس يعني القطاعات الاقتصادية الوضع الطبيعي الوضع العام. نعم. طيب اليوم كيف رح تواجه الشركات الناشئة تحديات التمويل؟ يعني منشوف عادة حتى أنه دعم كبير بالأسواق الغربية على عكس دعم بمنطقتنا العربية اللي بيعتمد ثلاث أرباع الأوقات على دعم ذاتي. هلا يعني منطقتنا العربية وتحديدا في يعني منطقة الخليج عم يتغير الوضع بالسنوات الأخيرة، عم بيكون في يعني دعم كبير ل يعني القطاع بشكل عام. هو اللي الفرق الكبير عندنا كان هو بالمنظومة بشكل متكامل، يعني اللي هي تتضمن التشريعات والبنية التحتية وما إلى ذلك، يعني اللي ووجود الخبرات والمواهب الجديدة، يعني اللي بتمكن الشركات الناشئة من انه تتقدم. هلا مع يعني شحة تمويل اذا صحت التعبير، يعني اللي عم نشوفه بكل العالم في مختلف القطاعات، صح، وخصوصا بقطاع الشركات الناشئه، لانه هاي هو يعني منظومه الاستثمار المحافظ تتوزع، فيعني حيكون الوضع اصعب، وان كان ما زلنا عم نشوف في توجه لتمويل الشركات الناشئه بمنطقتنا العربيه خصوصا بالسعوديه والامارات مثلا، عندما تكون هناك يعني افكار جيده، افكار في حاجه للسوق لها، ما زال المستثمرين عم يتوجهوا لها، ولكن التحديات رح تكون يعني اكثر من انه قدرتها على النمو. التمويل مش بس للنمو، يعني كثير من الشركات يعني للاسف ربما تواجه مشاكل
لتستمر، يعني مشكلة الاستمرارية. شو أساس هالمشاكل؟ يعني أعطينا أمثلة شوي، لأنه بدي أسألك كنت كمان أنه هل من قطاعات واعدة يمكن أنه تشكل سوق جديد لنمو هالشركات الناشئة؟ نعم، في قطاعات، بس أول على الأسباب اللي يعني التحديات اللي عم تواجهها، لأنه الشركات الناشئة أصلا ما بتكون عندها يعني كامل الأدوات اللي بتخليها تشتغل مثل أي شركة ناضجة يعني مثلا. فأي اهتزاز بعملية التمويل أو حصولها على الأموال اللازمة للاستمرارية، أي تغير بالأسواق بيأثر عليها بشكل كبير، وهذا كنا عم نشهده من بعض الشركات اللي شافت نمو كبير مثلا قبل 3-4 سنين. بالسنوات يعني السنة الماضية وبداية السنة الحالية عم بتواجه مشاكل كبيرة، بعضها قد لا يستطيع حتى الاستمرار في عمله. القطاعات الواعدة يعني بتصور يعني مثل ما عم نشوف نفس القطاعات الواعدة بالخارج العالم العربي، نفس الشيء عم نشوفه هون. مثلا قطاع اللي أي شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أي شيء له علاقة مثلا التقنية المالية عم بيكون في عليها طلب كبير وإلها يعني مستقبل يعني مهم. أيضا قطاع التقنية الصحية، يعني اللي هو توفير الخدمات الصحية تقنيا. الذكاء الاصطناعي أول شيء ذكرته فيه هو توفير خدمات الذكاء الاصطناعي للشركات، وأيضا توفير الخدمات من خلال يعني الذكاء الاصطناعي، سواء كانت توصيل، سواء كانت قطاع صحي أو قطاع مالي. هذه القطاعات يعني لما تكون الشركات عم تقدم خدمات مميزة بهذا الجانب، يعني عم بتحقق يعني نمو، وعم بكون عليها إقبال من المستثمرين ومن الناس حتى. فأعتقد هذه القطاعات حيكون لها يعني مجال كبير للنمو بغض النظر عن الانكماش اللي عم نشوفه بالاقتصاد العالمي. طيب بدي أسألك كمان عن حجم الدور اللي بتلعبه الرقمنة بنمو الشركات وأيضا تمكينها من المنافسة بالشركات الناشئة يعني، ولا بشكل عام الرقمنة؟ بشكل عام الرقمنة، بس تحديدا كيف عم تنعكس على الشركات الناشئة؟ أوكي، هلأ أكيد بشكل عام عم نشوف يعني أي قطاع تقليدي ما عم بيقدر يتحول رقميا، أو أي شركة تقليدية ما عم تقدر تتحول رقميا بشكل سريع، عم بتواجه مشاكل وعم تخسر حصص سوقية، وعم يعني تواجه صعوبات كبيرة جدا. ولذلك الشركات الناشئة معظمها يعني الغالبية العظمى منها عم تعتمد على الرقمنة بشكل كبير، ولذلك عم نشوف يعني بعض الخدمات اللي ما كنا متخيل أن تكون تقدم بشكل رقمي عم تقدم بهذا الشكل. والتشريعات والقوانين يعني عم تحاول تلحق هالموضوع وتضع القوانين المناسبة له، لأنه في مخاطر، في يعني أشياء، جوانب كثيرة يجب الانتباه لها. ولكن يعني الرقمنة أصبحت جزء يعني أساسي من قدرة أي شركة على تقديم أي خدمات بالوضع الحالي، وحتزيد أكثر بالسنوات القادمة. شكرا كثير على مشاركتك معنا من دبي، أحمد خطيب مؤسس شركة ناشئة مختصة بالتقنية المالية، شكرا كثير لوجودك معنا.